في هذه الحلقة المنتظرة سيتنافس فيها 5 متسابقين من فئة الأطفال على المراكز 3 الأولى. وأولئك هم المفلحون. أغدسش مادر تكون خيلي خوب في هذا العمر أن يبدع هذا الإبداع وينافس أهل اللغة، فهذا الإبداع بذاته. وله ما سكن في الليل والنهار. أنت مظهر للقرآن جميل، أنت سحرتني بقراءته. حضورك وقراءتك كانت رائعة جدا. من الشخصيات اللي نفخر بها بهذا الحضور الطيب والمبارك، شكرا لك. متصدعا من خشية الله. رغم صغر سنك وعجمتك، ولكن حروفك رائعة جدا. كنت ماهرا باختيارك للمقامات، يعني أنت تختار المقام وتكمله صحيح. قدوة صالحة للشباب والفتيان من أمثالك. يا صائمي رمضان.